حضرنا اليوم لهذه الوقفة للمطالبة ببعض حقوقنا، منها الأجر للمربيات اللواتي لم يأخذنه منذ سنتين، منذ مارس 2019. نطالب أيضا بالإدماج في التعليم الأولي، خصوصا مع أن الوزارة أصبحت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بمعنى أننا نمثل ثلث الوزارة، فلماذا هذا التمييز سواء في الأجور أو لا سواء في المعاملة كأساتذة التعليم الابتدائي، بما أنه التعليم الأولي هو جزء لا يتجزأ من التعليم الابتدائي. شيء آخر هو أن العقدة التي ستتم ب 44 ساعة، في حين أن الأقسام اللي نشتغل بها والمدارس ساعة العمل 30 ساعة، كيف سنتمم هذه 44 ساعة؟ هذه كلها مطالب نوجهها إلى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة. وتحية نضالية لجميع الإخوان الأخوات، وظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفية وأبية إن شاء الله. هذه محطة نضالية أولية للتنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم EMT والنقابة والجامعة الوطنية للتعليم FNE. هذه المحطة جات بعد أن استنفدنا كل الإمكانيات مع المديرية الإقليمية لمدينة وجدة حول المشاكل التي تتخبط فيها أسرة التعليم في هذه الجهة. فمشاكل جمة، مشاكل كثيرة هي التي دعت بنا إلى هذا. ورغم أننا كنقابات درنا لقاءات مع السيد المدير ودرنا بيانات ودرنا بلاغات، ولكن الحوار الصم البكم لم نقدر عليه. وهناك مشاكل عدة، هناك المشاكل الأولية فيما يخص التوقيت ديال الابتدائي نظرا لهذه الجائحة اللي احنا بغينا باش نحافظوا على السلامة ديال التلاميذ والسلامة ديال رجال التعليم والسلامة ديال الإداريين وحتى السلامة ديال الآباء، ولكن المدير الإقليمي كيرفض هذه الأمور. كاين مسائل أخرى اللي مثلا التكاليف، هناك تكاليف عموم التكاليف، ما كاينش الشفافية في التكاليف. كنقول أودي ديروا الشفافية التكاليف باش كل أستاذ يعرف فين غادي يمشي وفين غادي يجي وفين. كاين مثلا الاكتظاظ في الثانويات والمدارس، كاين الاكتظاظ اللي ما يمكنش الأستاذ يساير التعليم إذا كان هذا الجو ديال الاكتظاظ. كاين أمور أخرى، مثلا التعليم الأولي، ها هو التعليم الأولي كتشوفوا الآن الإخوان عايشين مشاكل، عندهم الخلاص ديالهم ضعيف، عندهم مشاكل ديالهم كثيرة، عندهم هذه. وحنا الآن كنقولوا هذه وقفة أولية، هذا احتجاج أولي في أفق أننا غادي نصعدوا إلى ما كانش المديرية بغا تحاور معنا، لأننا حنا قلنا لهم ديروا اجتماع النقابات اللجنة النقابية في إطار مذكرة 103/17، ولكن لحد الآن ما كاينش اللي كيسمع لنا، ما كاينش اللي كيتصنتنا. لهذا حنا جايين هنا ماشي لأننا باغيين غير نوقفوا ولا باغيين، لا، حنا جايين هنا من أجل المطالب ديالنا الحقيقية. وشكرا وتحية نضالية.